السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. هنتكلم عن الفصل السابع الخاص بصيانة المعالج، ويمكن اتكلمنا عن صيانة المعالج دي سابقا، وقلنا ان المعالج ممكن انه يتلف ويتوقف عن العمل، وشرحنا على القناة على اليوتيوب زمان مجموعة فيديوهات كبيرة جدا بتشرح معمارية المعالج ومكوناته والكاش ميموري بتاعته، واتكلمنا كمان ازاي اجيب كل معلومات المعالج وازاي اختاره وانواع البروسيسور، واتكلمنا عن حوالي 9 أو 10 حلقات عن المعالج. ولكن احنا هنتكلم النهارده باذن الله عن جزئيه محدده في البروسيسور، اللي هو ازاي اعمل ابجريد للبروسيسور او ازاي اعمل ترقيه للمعالج. طيب المشكله دي، هل هذه مشكله؟ هي مش مشكله في الواقع قوي، ولكن قد تكون المعالج بتاعك انه يتلف ويتوقف عن العمل وتحتاج ان انت تغيره، فبدلا من ان انت تغيره بنفس البروسيسور، هل يمكن ان انا اجيبه ببروسيسور اقوى؟ يعني انا كان عندي بروسيسور كور اي 3 تلف وتوقف عن العمل، وهغيره ببروسيسور اجيب اي 3 ولا اجيب اي 5 ولا اجيب اي 7؟ او لو انت كنت مشتري لابتوب وبعد كده حاسس انه اصبح بطيء في اداء المهام والبرامج اللي انت بتستخدمها. يبقى من تعريف المشكلة عندنا الأسباب إن توقف المعالج عن العمل والاحتياج لتغييره، أو إن أنت جبت جهاز كمبيوتر وحاسس إن البروسيسور في الفترة الحالية أصبح بطيء وقديم وعايز تعمل أبديت أو أبجريد للبروسيسور وتجيب واحد أقوى. أعراض المشكلة إيه؟ طبعا توقف البروسيسور عن العمل سبق إن احنا شرحناها قبل كده، ولكن الشعور ببطء الجهاز في أداء المهام والوظائف المطلوبة منه، والرغبة في زيادة الجهاز، ده عرض جديد ما تكلمناش عنه، انت حاسس ان عندك بطء في الجهاز بتاعك. وكمان ازاي اتغلب على المشكلة، ده ياخدنا لعدد كبير من الخطوات، ولكن لازم تعرف ان قرار انك تغير بروسيسور ليس قرارا سهلا، لان انت ممكن تروح تشتري بروسيسور جديد وتيجي تجرب تشغله ما يرضاش يشتغل عندك، لان البروسيسور بيشتغل بشكل منظومي متكامل مع عدد كبير من مكونات الكمبيوتر، منهم اللوحة الام، ده بروسيسور، وده مكان تركيب البروسيسور في اللوحة الام اللي هو السوكت بتاع السي بي يو زي ما انت شايف، وبالتالي البروسيسور ليه علاقة كبيرة بمين؟ بسوكت السي بي يو، او المكان اللي بيركب فيه البروسيسور على اللوحة الام، وهو بياخد الكهرباء من اللوحة الام وبيركب اعلاه مروحة التبريد بتاخد برضو كهرباء من الجهاز، وبالتالي لازم يبقى فيه توافق، وكل سوكت ليه اسم وليه طاقة كهربائية معينة وليه شكل، ومش كل بروسيسور ينفع يركب على كل اللوحات الام. وبالتالي لما تشوف الفيديو ده وتركز فيه كويس هتعرف ازاي تقدر تاخد قرار بان انت تغير بروسيسور ببروسيسور اخر هو نفس البروسيسور في حالة التلف، او ان انت تحدث الجهاز بتاعك علشان يكون اقوى. وكان في مقالة معروضة كده، وكان فيها بعض الارشادات المهمة قوي اللي تساعدك انك تتخذ قرار بان انت تقدر تعمل ابجريد للبروسيسور اللي لا عجبتني فخدتها زي ما هي على طول. بيقولك رقم واحد، لازم ان تتأكد ان البروسيسور سوف يعمل على نفس الموصل، انا كتبت بين قوسين اللي هو مقبس المعالج اللي موجود في اللوحة الام، لان انت لو جبت بروسيسور شكله مختلف اصلا مش هيركب خالص، كل مقبس ليه اسم وليه عدد رجول او بينز وبيكون بيركب عليه بروسيسور مناسب. رقم اتنين، لازم سرعة المعالج تبقى متوافقة مع السرعة بتاع البروسيسور بتاع المذر بورد. البروسيسور ده الكهرباء اللي بياخدها من اللوحة الام مناسبة معها ولا لأ. رقم اربعة، المعالج ليه سرعة الناقل بتاع المعالج بيدعم نفس سرعة الناقل الموجود في اللوحة الام ولا لأ. وبعد كده كمان بيقولك ان الشركات المصنعة بتدي اجازات للعمل مع اللوحة الام، يعني انا كشركه مثلا زي جيجا بايت او اتش بي او ديل بقولك ان البروسيسور ده ينفع يشتغل مع المذر بورد بتاعتي اللي موديل كذا وكذا، فدي بتبقى حاجه مهمه جدا، وده بيخليك متاكد تماما ان البروسيسور اللي انت هتجيبه بيشتغل على طول على اللوحه الام. خلاص انا شفت الاربع خمس نقاط دول وبقيت متاكد ان انا اقدر اتغلب على المشكله. خطوات الحل، ازاي اعمل بروسيسور ابجريد او خطوات ترقيه المعالج. رقم واحد، لازم تعرف السوكت بتاع السي بي يو اللي هو موجود في المذر بورد، سوكت السي بي يو او سي بي يو سوكت اللي موجود في المذر بورد بيبقى ليه اسم، زي مثلا ال جي اي 775 او 1155. ان معرفتك لهذا السوكت
بيسهل عليك كل الامور اللي جايه بعد كده، لان انت من خلال هذا السوكت والاسم بتاع السوكت بتقدر تتخذ قرار بكل المعالجات اللي بتتوافق مع هذا السوكت. يبقى اهم خطوه لازم تعرف السي بي يو مين سوكت او اسم المقبس بتاع المعالج على اللوحه الام. ولو بسيط كده معايا بمنتهى السهوله على المقبس بتاع المعالج اللي موجود في اللوحه الام ده، مكتوب هنا ايه؟ ان هو بيدعم البروسيسور، او المقبس ده بيدعم بروسيسور ال جي اي 11150، ومكتوب هنا هو عليها سوكت 1150. يبقى انت رقم واحد لازم تعرف السوكت بتاع البروسيسور. طب دي اعرفها ازاي؟ يا اما من المذر بورد نفسها زي ما انا جبت لك الصوره، يا اما من برنامج اشرحه لك حالا دلوقتي. مهم قوي قوي للخطوه دي. رقم اتنين، في مواقع كتيره جدا بتساعدك وبترشدك للقصه اللي هي بتاع قائمه البروسيسور اللي متوافقه مع السوكت اللي انت عرفت اسمه وقلت لك، يا اما تجيبه من على المذر بورد زي الصوره دي، يا اما انا هشرح لك برنامج دلوقتي يقول لك السوكت بتاع البروسيسور ده في المذر بورد ايه. من ضمن المواقع دي هو اصلا موقع متخصص في سي بي يو ابجريد، في تطوير البروسيسور. ولو جينا كده بصينا مع بعض على هذا الموقع اللي هو سي بي يو ابجريد ده، بمجرد تشغيله هو اصلا هنا كمان بيعرض لك اللي هو ايه السي بي يو سبورت بيجز، وبعد كده بيديك امكانيه انك تبحث هنا باسم المذر بورد بتاعتك او تبحث بالمعالج، وبيدي لك بقى هنا كمان المذر بورد والشيبسيت اللي هي الايه اللي هي المذر بورد واللي هي مجموعه الدوائر المتكامله، او تخش على طول على مجموعه المعالجات على طول، فبيروح جايب لك كده قائمه بالمعالجات كلها، كل المعالجات موجوده قدامك، ويجيب لك المذر بورد المتوافقه معاها، او تخش على المذر بورد. يبقى ده موقع متخصص في انه يساعدك بقائمه المعالجات اللي ممكن تشتغل على المذر بورد بتاعتك. خلي بالك انت محتاج يا تعرف بيانات البروسيسور، وتعرف بدقه السوكت بتاع البروسيسور اسمه ايه. رقم اتنين، عندنا بقى موقع تاني خالص اسمه سي بي يو ليست، يعني قائمه المعالجات. وتعالى كده بكل بساطه، احنا كان عندنا السوكت ده اسمه ايه؟ ال جي اي 1150. طيب تعالى كده نجرب في الموقع التاني اللي اسمه سي بي يو ليست دوت كوم، وتعالى نقول له والله واشوف هيقول لك على طول ايه. يقول لك ال جي اي كذا، يقول لك ال جي اي السوكت اللي هو 1366 سي بي يو ليست، يعني قائمه المعالجات اللي بتدعم السوكت ده، قائمه المعالجات اللي بتدعم 1156. احنا كنا لسه بنقول ايه، انا عايز اشوف السوكت اللي هو 1150، اكيد هتلاقيه هنا قدامك على طول موجود، او ان انت كمان اهو 1150 اهي يجيب لك كل البروسيسورز اللي بتشتغل معاك في على السوكت ده. يبقى كده عرفنا ان في موقعين كمان ممكن يساعدوني في اتخاذ القرار، ويمكن موقع سي بي يو ليست انا بشوف ان هو اقوى شويه من موقع سي بي يو ابجريد. يبقى خطوات المعالج، انا اتعرف على السوكت بتاعنا، وبعد كده نستخدم المواقع دي هتساعدني بشكل كويس جدا جدا جدا. وبعد كده كمان ممكن من خلال موقع الشركات، مواقع الشركات المصنعه زي الموقع بتاع جيجا بايت هنا في قسم السبورت او سبورت الدعم، سي بي يو سبورت اللي هو دعم الايه المعالجات. لو انت كده دخلت على موقع جيجا بايت قلت له والله انا عندي بروسيسور وعايز اعمل له ابجريد، ودخلت على الدعم ومن الدعم اخترت دعم البروسيسور، هتلاقي طبعا دعم البروسيسور ودعم المذر بورد، وفي انواع كتيره من الدعم. معلش الموقع بس لسه بيحمل. هتلاقي على طول يقول لك ايه، اختار البروسيسور، سلسله البروسيسور بتاعك. يروح جايب لك على طول رقم 2، اختار الموديل في السلسله، يعني الكور اي 3 اختار منه ايه، يجيب لك كل الكور اي 3، وتقدر ان انت تعرف كل الليسته اللي بتتوافق معاه. اهو مننا كده لو جيت مثلا اخترت مش البروسيسور اي ام دي، اخترت مثلا انتل كور اي 5، وجيت مثلا هنا اخترت ده الجيل السادس اي 5 جيل سادس اهو، وجيت اخترت مثلا اي 5 اللي هو 2400 البروسيسور ده، وقلت له ابحث وهات لي الليسته بتاعتك، وممكن هنا كمان يجيب لك كلهم، وممكن هنا كمان تختار باسم السوكت. فاكر السوكت اللي كنا لسه عارضينه من شويه اهو، انتل سوكت 1150 اللي هو كان هنا ده اهو، ممكن اقول له هات لي والله السوكت ده، واختار بقى طبعا ايه دي الشيبسيت اللي هي ايه مجموعه الدوائر المتكامله اللي واحنا موجودين في سي بي يو ابجريد كان بيقول لك ممكن تشتغل بالمذر بورد والشيبسيت بتاعتها، وانا اقول لك المذر بورد دي والشيبسيت دي بيمشي معاها المعالجات ايه من البروسيسور المتوفر لدي. يبقى يا اما ان احنا نستخدم المواقع دي ونكون برضو عارفين بيانات البروسيسور بتاعنا وعارفين اسم السوكت بتاعنا،
يبقى انت محتاج تعرف السوكت ومحتاج تعرف بيانات البروسيسور. بيانات البروسيسور دي سهله، كليك يمين على ماي كمبيوتر يجيب لك الايه البيانات بتاع البروسيسور بتاعتك، او من خلال البايوس او من خلال البروسيسور نفسه، وشرحنا الكلام ده سابقا على اليوتيوب. وسجلتها اهو علشان برضو ان انت بعد ما تعرف السوكت لازم تعرف مواصفات البروسيسور الحالي اللي انت عايز تغيره، وبعد كده ممكن تستخدم بقى موقع السي بي يو ابجريد، او تستخدم موقع السي بي يو ليست، او تستخدم موقع الشركه المصنعه للمذر بورد بتاعتك، او بعد كده كمان من خلال بقى الخبره العمليه، والحته دي مهمه جدا، من خلال سؤال العديد من المتخصصين في الصيانه والناس اللي بتقوم بالمهمه دي كتير جدا. وانا تم معايا نفس الكلام، ان كل في معالجات الانتل كور اي 3 اي 5 اي 7 الجيل الاول كله ينفع يشتغلوا مكان بعض، والجيل الثاني كله مكان بعض. يعني كل يعني انت لو عندك البروسيسور كور اي 7 جيل رابع او كور اي 3 جيل رابع، ممكن اغيره بايه؟ اغيره باي 5 جيل رابع او اي 7 جيل رابع. طب جيل خامس، يبقى كل الاجيال في الثلاث مستويات بيشتغل مكان بعض، ما عدا ان الجيل الثاني والثالث بيشتغلوا مكان بعض. يعني الجيل الثاني في الاي 3 ممكن يشتغل مكانه الجيل الثالث، والجيل الثاني والثالث في الاي 5 كذلك، والجيل الثاني والثالث في الاي 7 كذلك. يبقى كده كل اجيال المعالجات بتشتغل بنفس السوكت ونفس التكنولوجيا تقريبا. الاختلاف في ايه؟ عدد الكور والسرعه بتاع البروسيسور، ما عدا الجيل الثاني والثالث في الثلاث اجيال بيشتغلوا مكان بعض. تعالى كده نتاكد مع بعض. لو رحنا لموقع السي بي يو ليست والسوكت بتاع الجيل الثاني اللي هو 1155 اهو، السوكت اللي هو زي ده كده كان اسمه 11 مش 50 55. لو قلت له كده بعد اذنك ابحث لي عن 1155، قال لي اهو 1155 سي بي يو ليست. تعالى كده بص معايا، لو جينا كده بصينا هنا كور اي 7 جيل ثالث، وكور اي 7 اهو اللي هو 3700 ده كور اي 7 جيل ثالث، وده كور اي 7 2600 جيل ثاني. ولو جينا الاي 5 كور اي سي اي 5 جيل ثالث وكور اي 5 جيل ثاني، يبقى خلي بالك ان اي بروسيسور من دول ينفع يشتغل على السوكت ده. يبقى دي حته مهمه جدا جدا جدا، ان انت خلي بالك ان انت لو عايز تشتغل عندك بروسيسور كور اي 3 او اي 5 جيل سابع وعايز تغيره باي 7 جيل سابع، ينفع طالما في نفس الجيل. الجيل السادس كله ينفع مكان بعض، الجيل الاول كله مكان بعض، انما الجيل الثاني والثالث ينفع مكان بعض، ولكن مع التجريب والملاحظه وتتاكد ان البروسيسور اشتغل كويس. ومن اشهر البرامج اللي هتساعدك انك تاخد قرار ازاي تعمل ابجريد بشكل مظبوط هو برنامج سي بي يو زد، وده بيدي لك كل المواصفات التقنيه للبروسيسور وكل الجهاز بتاعك. وتعالى كده نشرح مع بعض البرنامج ده مره ثانيه بالاصدار الاحدث، وكنا سبق وشرحناه سابقا، فتعالى نعمل داونلود للبرنامج ونجربه مع بعض. بكل بساطة ندخل لجوجل ونقول له تحميل برنامج سي بي يو زد. سيبك من الروابط دي، انزل معايا كده، ده الموقع الرسمي بتاع الشركة اللي هي بتنتجه، هو برنامج مجاني اللي هو سي بي يو اي دي. فخش على طول على الموقع الرسمي ده اللي هو مين؟ سي بي يو اي دي. بعد كده هتلاقي قدامك اهو ده شعار الشركة، وادي برنامج سي بي يو زد. قول له والله انا عايز اعمل ايه داونلود. على طول بيقول لك انت عايز تنزله مفكوك ولا مضغوط. قول والله انا عايز انزله ايه مضغوط. بيشتغل 64 بت، والمضغوط ده بيشتغل 64 بت وبيشتغل 32 بت، يعني برضو ايه حاجه جميله وصغير خالص. بيقول لك ان الزب ده يشتغل معاك 32 بت على الويندوز 32 وعلى 64. قول له عايز اعمل داونلود، وداونلود في ثانيه واحده بينزل لك ملف مضغوط، وبيبقى انت كده عملت داونلود لمين؟ للبرنامج. تعال نجيب الملف المضغوط اللي نزل ونفك الضغط عنه ونبدا نتعامل معاه. ادي الملف المضغوط بتاع سي بي يو زد اهو، كليك يمين وقول له بعد اذنك فك الضغط عنه. بيطلع لك في اربع ملفات بالشكل الجميل اللي قدامك ده، دول خاصين بالتشغيل، وده لو انت عندك الويندوز 64 بت، وده لو انت عندك الويندوز 32 بت. بعد ما فكينا الضغط خلاص من الملف اللي تم تحميله، عندك الملفين دول خاصين بالتشغيل، والملف ده خاص بالويندوز ال 64 وده خاص بالويندوز ال 32 من غير ما تعمل سيت اب ولا اي حاجه. لو انت ويندوزك 64 زي كليك يمين وقول له ران از ادمنستريتور، بيبدا على طول يشتغل قدامك في ثانيه واحده. ركز بقى معايا لان البرنامج ده مهم جدا. الاول بيدي لك هنا ايه نيم، اسم البروسيسور ده انتل تبع شركه انتل كور اي 5 2000 اللي هو الجيل الثاني، و400 ده اللي هو الايه
يعني ايه يعني البروفيسور ده بينتمي للجيل التاني. وهنا بقى عندك حاجه هنا مهمه جدا اسمها الباكج، ده السي بي يو سوكت، والبروسيسور ده بينتمي لسوكت ال 1155 ال جي اي اللي انا كنت لسه مستعرضه دلوقتي. يبقى اول معلومات هنا استفدت بيها مهمه جدا اسم البروسيسور، رقم 2 عرفت سوكت البروسيسور ده ايه، وبعد كده عندك بقى المعلومات التفصيليه لاسم البروسيسور انه انتل كور اي 5 جيل تاني وسرعه البروسيسور كذا كذا. وهنا دي الكاش ميموري بتاع البروسيسور، البروسيسور ده فيه كاش 32 ميجا في 4 يعني 4 كور و32 كيلو ده المستوى برضه في 4، وبعد كده 256 كيلو بايت في 4، ومجموع الكاش بتاعته 6 ميجا بايت. هنا كده تفاصيل الكاش ميموري اللي لسه عرضناها من شويه اللي كانت هنا مختصره، هنا موضحه الكاش ميموري بتفاصيله. وبما ان البروسيسور ده كور اي 5 فهو 4 كور، فهو هنا بيضرب لك كل كاش ميموري في ايه؟ في 4، ودي ليها خطوط المعالجه. خلاص كده تمام. بعد كده هنا بقى عندك المذر بورد بتاعتك. ما احنا قلنا ان انت لما كنا موجودين في الموقع ده كده كان بيقول لك ان انت محتاج تعرف المذر بورد والشيبسيت اللي هي مجموعه الدوائر المتكامله. لو جيت في المين بورد اهو اللي هو المذر بورد هيقول لك اسمها، الشركه المصنعه اتش بي، الموديل بتاع 1497، وبعد كده بيقول لك الشيبسيت بتاعتك بياناتها اهي انتل، وبيدي لك كل المواصفات الفنيه الخاصه بيها. بعد كده لو اتنقلنا على الذاكره العشوائيه الرام، بيقول لك ان رامات الجهاز دي دي ار 3 ده نوع الرامات، و8 جيجا بايت، وبيدي لك هنا طبعا اللي هو سرعه تردد الرام بتاعتك. الاس بي دي ده بيقول لك ان انت عندك في المذر بورد اربع شقوق لتركيب الرامات ده. انا عندي هنا كام رام؟ 8 جيجا بايت التوتال سايز بتاعها. عندك هنا لو جيت على السلوت الاول هتلاقي موجود هنا 4 جيجا، ولو جيت على السلوت الثاني فاضي عشان كده ما جابش بيانات، والسلوت او الشق رقم 3 بتاع الرام عليه 4 جيجا، وبعد كده الشق الرابع برضو فاضي. طيب السلوت دي اللي هو الشق تركيب الرام في المذر بورد، اوريه لك اللي هو زي كده تماما. هو بيقول لك كل شق من دول في 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 اماكن تركيبه على المذر بورد رام سلوتس، كل شق من دول عليه الرام وبياناتها ايه. طيب الشق الاول ليه رام نوع الذاكره اهي دي دي ار 3 حجمها 4 جيجا، وبعد كده بيقول لك ان هي الباند ويدث بتاعها وعرض النطاق بتاعها 12800 وسرعه ترددها 800 ميجا هرتز، ودي الشركه المصنعه ليها، وبيدي لك برضو بعض التفاصيل الاخرى. في الاخر ده كارت الشاشه، بيدي لك اسم الجي بي يو، معالج الرسومات بتاعك نفيديا كوادرو كي 2000 ده بالفعل كارت الشاشه. وبعد كده هنا بيقول لك برضو تفاصيل تانية زي مثلا ان السايز بتاع الفي رام كام، 2 جيجا، ورماء والنوع دي دي ار 5، والشركه المصنعه بتكون سامسونج. ولو انت تفتكر معايا زمان انا كنت عرضت نفس البرنامج ده، وكنت عندي بالفعل شغال على بروسيسور كور اي 3 2120 كان جيل تاني، ودي صوره حقيقيه من الجهاز القديم بتاعي، وعملت ابجريد وجبت بروسيسور كور اي 5 الجيل التاني برضو وشغال بفضل الله كويس جدا. بس الفرق ان البروسيسور الكور اي 3 اللي كان راكب جيل تاني، بما انه كان كور اي 3 كان 2 كور بس، يعني كان فيه كام كور كام نواه، كان فيه نواتين بس، انما البروسيسور الاي 5 الحالي فيه اربع انويه، فاعطاني بالفعل سرعه في الاداء. بعد ما شفت كل البيانات دي وتعرفت على برنامج السي بي يو زد وشرحناه هنا تفصيليا، بتقدر تكون عندك دقه وقوه في اتخاذ القرار هل يتم ان انا اعمل ابجريد للبروسيسور، وهل هو مناسب للمذر بورد ومجموعه الشيبس بتاعتي ام لا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.